أن المعاصي ظلم يظلم الإنسان فيها نفسه وربما ظلم نفسه وظلم غيره، لكن إذا تاب وأنام وأقلع عن الهم واستغفر الله فإنه لا يجد من الله عز وجل إلا المغفرة والرحمة والتوبة. يا أيها الإخوة، أمنوا النظر في هذه الآية الكريمة وتصور حياتنا وحياة غيرنا ومعاملتنا ومعاملة غيرنا، كل واحد كيف يعامل نفسه وكيف يعامل غيره. فالذي يكذب ظالم، ظالم نفسه، ظالم نفسه يوم أن كذب وأخبر بشيء خلاف الواقع، وربما كان كذبه متعديا بحيث أنه يؤثر على الآخرين. قد يقول لشخص: رأيت أباك في المستشفى. كم يحصل له من الارتباك وهو كاذب؟ أبوه في البيت بخير وعافية. كم يحصل لهذا الرجل من الارتباك وهو يشعر أن أباه في المستشفى مريض؟ وهكذا قد يقول له قائل: سرق شخص سيارتك، سرق شخص بيتك، ضرب شخص ابنك، إلى غير ذلك من الكذبات التي قد تكون متعدية إلى الآخرين. فقد يكون الإنسان ظالما لنفسه فقط، قد يكون ظالما لنفسه ولغيره. إذا وقع الإنسان في معصية الحسد فهو ظالم يوم أن يتمنى زوال النعمة عن الآخرين وظلم نفسه. الآخر ما يضره شيء، ما يتأثر، يحسد ما يشاء، ذاك في نعمة الله جل وعلا. بعض الناس يرى شخصا كثرت عليه نعمة الله وعظمت فرزقه الله الذرية الصالحة، يقوم شخص ويحسده، يتمنى أنه ليس له أولاد أو يتمنى أن أولاده فاسدين. تمنى ما شئت، عصيت الله بهذه النية السيئة. شخص رأى رجلا على حسن وفير فيحسده، يتمنى أنه فقير، أو رآه على عافية بدنية فيحسده على عافيته، يتمنى أنه مريض، أو يحسده على صلاح زوجته وأنه يعيش حياة مستقرة في بيته فيحسده على ذلك، يتمنى أنه يعيش مشاكل، يتمنى الشر للناس. هذه نعمة من الله، ما هي من عند فلان ولا فلان، هذه نعم صبها الله على من شاء من عباده. فلاحظ أن الحاسد يكره الخير من الغير للغير، ما هو من عنده، من غيره، الخير من الله، وسيق الخير إلى غيره، هذا يغضب. وهكذا نقول هذا ظالم. فلو أنك أمعنت النظر إلى ما يحصل في المجتمع من سوء الجوار وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين والكذب والغيمة والنميمة شهادة الزور والحسد والذل والحقد وأخذ حقوق الناس للمغالطة وهكذا اليمين الفاجرة وغير ذلك، ترى أن عددا هائلا من الناس يعيشون في الظلم، يعيشون في الظلم ويعيشون في أعمال سيئة لا تليق بعاقل ولا تليق بصالح. الرجل الصالح لا تليق به هذه المعاصي، الرجل العاقل لا تليق به هذه المعاصي. ما تأتي هذه المعاصي إلا من قل دينه
وضعف عقله، لأن هذه المعاصي وراءها عقوبات دنيوية وأخروية، فلا تعرض نفسك لعقوبة الله. إذن يحذر المسلم على نفسه من هذه الظلمات، ونقول له قد فتح الله أمامك الباب، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، ما هو الشر؟ أنه يستغفر الله عز وجل، يجد الله غفورا رحيما، سيجد المغفرة والرحمة. الأمر الأعظم من هذا أن الإنسان إذا كان في رصيده سيئات ثم تاب منها أعطاه الله شيئين، يمحوها الله من صاحب السيئات، ويكتبها بأعدادها حسنات في صحيفة الحسنات. انظر ما هو الأجر العظيم، لو أن الإنسان قد وصل رصيده إلى 50,000 سيئة ثم تاب منها، يمحوها الله ويكتبها في صحيفة الحسنات 50,000 حسنة، قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك هو أعظم الذنوب، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. هذا أمر عظيم، هذا كرم عظيم من الله جل وعلا. إذا عاش الإنسان ظالما لنفسه ولغيره ثم استغفر الله غفر الله له وبدل سيئاته إلى حسنات. فإذا كانت هذه الثلاث، الشرك وقتل النفس والزنا، الله عز وجل سيغفرها إذا تاب منها ويبدلها حسنات، فما دونها من باب أولى. فلهذا ليقبل كل واحد منا على التوبة الصادقة، وليحاسب نفسه على كل ذنب، وليتوب إلى الله عز وجل منه، ولا تلقى الله بذنبه حتى لا تحاسب به يوم القيامة، بل استغفر الله عز وجل، وعود نفسك كثرة الاستغفار وتذكر الذنوب والندم والعتاب، عاتب نفسك، عاتب نفسك حتى تلقى الله عز وجل وأنت خفيف من الذنوب. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الله